طب ما تيجي نكلم واحد من اصحاب الفرح. العميد محمد مرجان معانا من الاقصر كمان. يا سياده العميد اهلا بيك. يا استاذ ابراهيم ازاي حضرتك؟ يا كابتن عادل ازاي حضرتك؟ وحشنا يا ريس. وحضرتك والله ربنا يخليك. طمنا، الف مبروك الافتتاح المبهر جدا، ودينا يعني مضى اسبوع على هذا الافتتاح. ازاي شفته يعني وازاي اللي جاي؟ اتمنى ان احنا نعمل ملك وكتابه ان شاء الله باذن الله من النادي. انا موجود في النادي دلوقتي هنا. لا حاجه جميله جدا. انت في الاقصر؟ كويس. انا في الاقصر، وقلنا لازم نبقى موجودين طبعا. ده اول اسبوع بعد الافتتاح على طول، فجينا برضو كده زياره برضو مفاجاه للناس اللي موجوده، بس ما شاء الله طبعا يعني لقينا اللي متوقعينه، وباذن الله الفتره اللي جايه هيبقى فيه برضو اكتر متابعه من كده، عشان خاطر لازم. احنا النهارده ده زي ما حضرتك قلت وكابتن عادل قال، يعني ده مشروع وطني النادي الاهلي مشارك فيه مع شركه السادات لتنميه جنوب الصعيد. فانا مش عايز اقول لك رد الفعل لاهالي الاقصر عامل ازاي. الناس مرحبه جدا بالفكره. بعد الافتتاح الرائع اللي حضرتك شرفتونا فيه بقى فيه اقبال قوي جدا. ان شاء الله الاكاديميات بتاعتنا هتبدا كره قدم، سباحه، كاراتيه، 1-4 باذن الله. كويس. النهارده برضو 1-4 تبدا الاكاديميه الكوره والسباحه. ده كويس ان شاء الله. الكوره والسباحه والكاراتيه، ويمكن انا يعني اول ناس هتبقى عارفه مدير اكاديميه الكوره ان شاء الله باذن الله فرع الاقصر او اهلي الاقصر هيبقى كابتن اسامه عرابي، ووصلوا معاه الاتفاق النهارده ان شاء الله. فباذن الله على طول عشان خاطر تبدا اكاديميه الكوره طبعا مع اشراف كابتن شطه، بحيث احنا هنقدم خدمه يعني لاهالي الاقصر وجنوب الصعيد، لان احنا في الاخر برضو ده زي ما حضرتك قلت مشروع قومي، مشروع وطني. اسم النادي الاهلي اسم كبير، شركة السادات شركة وطنية برضو اسمها الحمد لله كبير. فاحنا بنقدم خدمة ان شاء الله يكون فيها فعلا يطلع منها ابطال حقيقيين من الصعيد يشاركوا معنا في المنتخبات القومية، يشاركوا معنا في كل اندية مصر. فهو ده الاساس بتاعنا ان شاء الله. يعني بص يا محمد بيه، انت ذكرت ان في كاراتيه وسباحة وكورة. دي بداية الالعاب اللي هتبدأ. دي بداية. انا عايز اقول لك حاجة، لاني طول عمري نفسي حد يتبنى هذا الامر، لان انا كنت بسرح تملي مع العاب القوه. هي ليه العاب القوه اصحاب البشره السمراء وافريقيا بيتفوقوا فيها؟ اكتشفت ان كل ما تروح جنوبا كل ما تلاقي ابطال العدو، بالذات العدو في المسافات المتوسطه والطويله. اتمنى يكون العاب القوه ليها نصيب، وبالذات في العاب العدو في هذا الفرع. انا متصور انها هتقدم لمصر ابطال كبار قوي. لا ان شاء الله طبعا دي ليها نصيب، ونصيب كبير جدا جدا. لكن انا بقول المرحله الاولى طبعا يا كابتن عادل، انت عارف احنا بس كنا فعلا عايزين ننزل على الارض ونقف على الارض. فاحنا بقالنا بدايه من 12 مارس الشهر ده، احنا ده وقت قليل جدا جدا جدا. من بعد ما رجعنا حتى كمان من كاس العالم للانديه، وربنا يعني وفقنا ومركز اداره النادي الاهلي، احنا صممنا مع شركه السادات اللي احنا لازم فرع الاقصر يكون حقيقه ويفتح على طول ويكون بدايه سريعه جدا. حاجه جميله الحقيقه. 25 يوم قدرنا اللي احنا يعني بجهد مشكور من اداره الانشاءات او في الاداره الهندسيه عندنا في شركه السادات، قدرت بصراحه ربنا يعني تقدر ان احنا نفتح، وفتحنا فعلا وهو ده الواقع. فالمرحله اللي بعديها احنا نبدا على طول نشتغل في الاكاديميات الرياضيه، والاكاديميات الرياضيه احنا المرحله الاولى كوره، كاراتيه، سباحه. المرحله الثانيه ان شاء الله الالعاب الجماعيه، كره يد وكره السله والطايره. وبعد كده طبعا العاب القوه هيبقى لهم النصيب الاكبر، لان زي ما انت حضرتك قلت، واحنا ده مستهدف بالنسبه لنا، اللي احنا عندنا قناعه تامه اللي هيكون عندنا ابطال عالم باذن الله من جنوب الصعيد في العدو وفي الالعاب القوه ان شاء الله. فلكن احنا واخدينها مراحل باذن الله. باذن الله على شهر 6 يكون كل الاكاديميات اكتملت، وباذن الله بتقدم افضل خدمه لاهل الاقصر ان شاء الله. ده شيء رائع جدا، لان انا كمان حتى لاحظت في الجوله ديت يا سياده العميد، انه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وهو بيزور الاقصر بيناشد كل الناشئين وكل الاولاد الموهوبين في الرياضه او اللي عايزين اسرهم تمارس الرياضه يلحقوا ينضموا الى فرع النادي الاهلي كراعي كبير جدا لهؤلاء الناشئين الموهوبين. هل استقبال هذه الاكاديميات سباحه وكوره وكاراتيه قاصر على اعضاء النادي الاهلي في الاقصر فقط، ولا هيفتح بابه للجميع؟ في الوقت الحالي هيبقى طبعا الاعضاء لازم بينفذ في الوقت الحالي. لازم الاول الالعاب وخصوصا السباحه بالذات، الالعاب يعني في العاب هنحاول نفتح فيها طبعا لكل اهالي الاقصر او الصعيد. ولكن في العاب دي دايما زي النادي الاهلي، في العاب كده بتبقى مقتصره على الاعضاء، ودي بتبقى خدمه
من مقدمينها لعضو النادي، يعني السباحه الكاراتيه السباحه دي 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 بتاعتك ما عشان كده ولكن طبعا كره القدم العاب القوه هنفتحها باذن الله، هنحاول نفتحها لان احنا عايزين اكبر عدد ممكن نكتشف منه مواهب فعلا تكون مواهب حقيقيه تخدم البلد ان شاء الله. فدي يعني العاب القوه وكره القدم هنحاول نفتحها للاهلي الصعيد بالكامل لغايه اما برضه يكون في شراكه قويه مع النادي الاهلي، يكون في اسم النادي الاهلي في الصعيد برضه في منطقه اخرى غير الاقصر. هي بدايه، البدايه دي لازم تنجح ان شاء الله باذن الله، وهتنجح بتكاتف الناس كلها مع بعضيها، هتنجح بوجودكم، لازم تبقى حضراتكم موجودين خلال الفترات اللي جايه موجودين على ارض الواقع. الوجود ده هو ده اللي هينجحنا ان شاء الله. انا عايز اقول لكم احنا في منطقه طيبه، منطقه طيبه دي لسه منطقه جديده، انا متوقع في خلال يعني سنه او سنتين ان شاء الله باذن الله المنطقه دي هيبقى فيها تعمير، وهو دي بقى الرساله اللي يعني النادي الاهلي بيحققها كدور الوطني مع شركه السادات، دوره التنموي اينما حل. بعد كده هتلاقي في الاعلانات بجوار اهل الاقصر، هتلاقي الاراضي كلها زي اهل مدينه نصر كده، بجوار اهل الاقصر بجوار اهل الاقصر زي مدينه نصر، زي وزي التجمع كده، زي التجمع بالظبط. النهارده كل التجمع الناس كلها بتبيع على حس النادي الاهلي. صحيح. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ودعواتكم معانا ان شاء الله ان شاء الله. طيب سيد العميد، انتوا بقى في استادات مؤكد ان في خطه شامله يعني واضح جدا انه على الخريطه في شغل كبير جدا في الملاعب او في الرياضه وفروع الاستادات كتيره اللي انتوا بتفتتحوها، ايه الجديد فيها؟ برضه نفس القصه، احنا هنبدا الاكاديميات 1-4 في اكثر من فرع في استادات، بحيث الاكاديميات هتبدا تشتغل بالفعل اكاديميات كره القدم في طنطا وفي الجليب كوم وفي ان شاء الله اسوان، وهيبقى في افتتاحات باذن الله قبل العيد، افتتاح كل الفرع اسوان بالكامل باذن الله، فرع الجيني كوم بالكامل ان شاء الله باذن الله، وبعد كده فرع طنطا وكفر الشيخ وبنها، ده هيبقى في افتتاح جدي. دي اخبار عظيمه. احنا بنتحرك لان الحمد لله يعني طبعا بص يعني لو كنا استنينا اكتر من كده هتبقى مشكله، لان احنا ال- 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 المشروع مشروع كبير جدا، مشروع قومي، فكر راقي جدا جدا، عايزين شبابنا يبقوا موجودين النهارده. شبابنا انت بتوصل له رساله ان الرياضه دي اهم من اي شيء، طالما انت عندك رياضه وهنشتغل على محاور اساسيه فيها. المحور الاول طبعا ازاي يبقى في محو امال للرياضه بحق الناس كلها تمارس رياضه، وده اللي احنا بنعمله مع شركه السادات، اللي انت بتغير البنيه التحتيه وبتجهز ملاعب تستقبل ولادنا بشكل محترم. والفكر الثاني ازاي التعليم اللي احنا شغالين فيه وهو اكاديميات هيبقى تعليم واستثمار في نفس الوقت. الفكر الثالث بقى اللي هو قطاع البطوله او تجهيز البطل الاولمبي، اللي احنا النهارده من قطاع الاكاديميات ده من يصلح اللي هو فعلا يبقى بطل هنبدا ناخذه، وهنبدا هنشوف الانديه الكبرى وبدايه طبعا النادي الاهلي وكل الانديه في كل الالعاب بحيث تستثمر في اولادنا. فهو ده اللي احنا هنشتغل فيه الفتره اللي جايه، ونتمنى ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ان شاء الله عشان خاطر بلدنا وعشان خاطر شباب مصر ان شاء الله باذن الله. لا فكره محو متر الشباب رياضيا دي مساله هدف قومي كبير الحقيقه، لانه فعلا محتاجين ده بشكل اساسي. يعني انت متخيل يا محمد بيه ان لو النادي الاهلي في 27 محافظه متواجد وجه الرياضه هيتعمل فيه ايه، والشباب الرعايه الرياضيه هيكون عامل ازاي، والقيم الانتماء للبلد وقيم الانتماء للسلوك الرياضي هتبقى عامله ازاي. يعني هو مشروع له علاقه بثقافه للاجيال القادمه محتاجها جدا جدا، نغرس المعاني والقيم والتقاليد الاصيله في حب هذا الوطن من خلال الرياضه والنادي الاهلي. يعني متهيألي يا كابتن عدلي النادي الاهلي ادى دوره خلال يعني من 1907 لغايه النهارده بيأدي دوره كويس جدا 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 وبطل قوه. النهارده النادي الاهلي في الثلاث سنين ونص اللي فاتوا بصراحه يعني بكل الضغوطات اللي تعرض بيها ادى دوره الوطني بطل قوه. يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، اسم النادي الاهلي اسم كبير، كابتن محمود الخطيب بيفكر دايما ازاي يروح لجمهوره في كل الاماكن. ده بحد ذاته مع فكر الدولة المصرية ازاي يبقى عندك تنمية، ازاي بتحافظ على شبابك، ازاي بتخلي شبابك يتجه للرياضة ويبقى موجود في مجتمع صحي افضل ما يروح في اي مكان اخر. هو ده زي ما احنا النهاردة كان تركيزنا في النادي الاهلي اللي انت بتطور فيه وبتطور في منشآته وبتطور في خدماته عشان خاطر ولادنا ما يخرجوش بره ويبقى خارج رايح ناديه وبيمارس الرياضة فيه وبيخرج مع اصحابه فيه. نفس القصة هو ده اللي احنا هنعمله بالتوازي مع شركة السادات في اندية سيتي كلاب بالكامل عشان خاطر برضو أولادنا يبقى عندهم المتنفس الصحي اللي هو بيخرج فيه، اللي ما بيحافظ على فكره وبيحافظ على رياضته وبيحافظ على دراسته. يبقى هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، الدولة النهاردة بتتحرك، أي حد النهاردة عايز يشارك محدش البيبان مفتوحة، ولكن نشارك بإخلاص وبنشارك بحب، هنوصل الرسالة بتاعتنا وده دورنا. احنا دورنا
الرياضه، فاحنا هنوصل من خلال الرياضه دورنا اللي احنا الفتره اللي جايه يعني هنتعاون فيه، وباذن الله باذن الله هيبقى في مزيد من الشراكه مع النادي الاهلي وكابتن محمود ان شاء الله باذن الله هنبقى في اكتر من مكان، هنحاول نخش على وجه بحري برضو بالمشاركه مع السادات. لسه يعني في خطه اكتر من خطه، ولكن في الاخر الهدف الاساسي بتاعنا زي ما انا قلت كده برضو ازاي يبقى عندنا ثقافه محو اميه الرياضه على مستوى مصر كلها، هي دي الاساس بتاعنا، لازم الناس كلها بتمارس الرياضه ان شاء الله لو نص ساعه ان شاء الله لو ربع ساعه، بس اهم حاجه محو اميه الرياضه هي دي. سؤال مهم يا استاذ العميد، واحنا كنا في الاقصر الفتره الاولانيه بعد ما رجعت بمدد وحتى الان في اتصالات تليفونيه ناس كتير جدا متصوره ان يعني ان الكاباسيتي بتاعه او الطاقه او الحجم العضويه يعني زي ما قلت ايه فول او اتقفل. هل هناك نيه لفتح اشتراكات او استمرار قبول اشتراكات عضويه؟ لان ناس كتير جدا بيسالوني هذا السؤال من الاقصر والاماكن المحيطه بها. لا الكاباسيتي لسه لسه احنا عندنا يعني استعداد هنقبل مجموعه كبيره جدا 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 من الاعضاء، ولكن هي كانت مرحله اولى واحنا قفلنا المرحله الاولى بعد ما هي نفذت بالكامل، وهنفتح المرحله الثانيه ان شاء الله باذن الله بدايه من 1/4 عشان خاطر نستقبل فيها معاك احنا بقى في المرحله الثانيه دي باذن الله 1/4 بقى ان شاء الله. انت هتشرفنا لان اصلا هي تبص مراحل، ما ينفعش النهارده كنت افتح المرحله الاولى وانا النادي خلاص احنا عملنا طبعا حضرتك من سنه عملنا الاسم، طب فين هو النادي؟ أيوة. هي نفس القصه النهارده احنا بقى في نادي واقع خلاص ده واقع حقيقي احنا موجودين فيه، في اعضاء موجوده فيه، في ملاعب، في خلاص ده حقيقي، فهفتح المرحله الثانيه واحنا على ارض صلبه عشان خاطر يبقى النهارده في مصداقيه في التعامل مع الناس كلها. نفس القصه بالتوازي مع الانديه الاخرى، انا هتكلم برضو على السادات نفس القصه، احنا كنا قفلنا المرحله الاولى لان ما ينفعش النهارده انا باخد عضويات والاماكن لسه مش جاهزه مش مفتوحه، لكن اي مكان هيفتح ان شاء الله فعلي هنبدا نفتح العضويات. هي دي سياسه النادي الاهلي وانت بقيت متمرس فيها يعني الحقيقه. بص احنا النادي الاهلي دايما بينجح عشان في صدق وفي مصداقيه في الكلام، انت اتعلمنا دايما الكلمه اللي بنقولها هنبقى قدها، ما ينفعش النهارده اكون بضحك على على حد او بكذب، ما ينفعش عيب. فانت النهارده كل مرحله هتعديها وهتقف فيها على رجلك هتفتح وتستقبل فيها، لا بالعكس طمن الناس كلها احنا عندنا استعداد نستقبل. النادي الاهلي النهارده ما شاء الله 156,000 عضويه، الانديه النادي الاهلي الاقصر على اتم استعداد اللي هو يستقبل عضويات الفتره اللي جايه، وهنفتح بنقول لغايه دلوقتي كان في ناس ويتنج ليست احنا ابتدينا نقبلهم وابتدوا بيخلصوا لهم عضوياتها، ونحضر بقى نفتح المرحله الثانيه ان شاء الله عشان يكون عندنا اكبر عدد من اهالي الاقصر ويكون حققنا فعلا الهدف اللي احنا عايزينه ان شاء الله. يعني نقول قرايبنا في الصعيد 1/4 اللي راغب يدخل كمان في عضويه الاهلي باذن الله في الاقصر، وهيلاقي البيبان مفتوحه والناس بترحب فيه وفي انتظاره، واتمنى من قناه الاهلي تبقى موجوده 1/4 مع بدايه الاكاديميات الرياضيه بينقلوا الحدث وهي مع ده اول ده مهم بداية جدا عشان العش الشمسي بقى والكلام اللي بالي بالك ده. بص بقى اه طبعا يعني شوف يا كابتن عادل انا اقول لحضرتك حاجه عايز يعدل للبر الغربي. ايوه هنروح مع بعض وهنروح البر الغربي. يلا يا كابتن عادل انت عند حضرتك تاريخ بامانه وعند حضرتك تاريخ للنادي الاهلي، ربنا انا سعيد وفخور النهارده اللي انت فعلا هيبقى عندك يوم من الايام تاريخ بتحكيه النهارده، ده مولود جديد ليك في الصعيد انا وانا قاعد فيه، انا مش عايز اقول لك سعادتي عامله ازاي وانا متاكد انت نفس لو الاخبار صحيح. الجميله اللي قلتها صحيح. عن الفروع الاخرى دي لان دي كانت مطلب وفي حاجات تانية اتواصل معاك بعدين اقول لك اماكن كتيره جدا طالبه مني اعرض عليكم ايه. انا معاك يا كابتن عادلي وتحت امرك وانت طبعا استاذنا وربنا يكرمكم ويخليكم لينا ودايما دايما ربنا يوفقك يا رب ونبقى استمرار ليك ولغايه ما حد يجي يستلم مننا ان شاء الله باذن الله. دايما موفقين باذن الله يا استاذ العميد. شاكرين ربنا يخليك يا فندم وشكرا جدا جدا. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان.